يعني طبعا الحمد لله، يمكن فترة اعداد بدأت بالنسبة لي يوم 22. كان الاسبوع الاول ماشي بشكل كويس الحمد لله رب العالمين. احنا في الاسبوع الثاني كل اللعيبة انضمت، كل اللعيبة اللي كانت مسافرة رجعت، كل اللعيبة الاجانب علي معلول ووليد ازار واجاي كلهم رجعوا باستثناء يمكن جيرالدو المتواجد مع منتخب انجولا، والرباعي طبعا المنتخب بنتمنى لهم كل التوفيق باذن الله وخدنا لنا البطولة التامنة باذن الله على ارضنا وسط جمهورنا باذن الله، يعني الشناوي ومروان محسن ووليد سليمان وايمن اشرف باستثناء اللعيبه ديت. كل اللعيبه موجوده سواء كانت لعيبه المنتخب الاولمبي او المحترفين الاجانب يعني، او اللعيبه الشباب الصغيره او لعيبه الفريق الاول يعني. طبعا يمكن انا فرحان جدا بتواجد اللعيبه الصغيره في الوقت الحالي، يعني يمكن مردودهم كان مش عايز اقول مفاجاه بالنسبه لي، لكن ماشيين بشكل كويس جدا. بعضهم هيبقى موجود معانا في المعسكر بشكل كويس، مستواهم الى حد كبير جدا 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 مطمنا ومريحنا. يمكن مجموعه من اللعيبه الشابه اللي هيبقى لها تواجد ان شاء الله الرحمن في الفتره اللي جايه باذن الله استمروا بالشكل ده، لازم يستمروا بالشكل ده بالمجهود اللي بيعملوه بالشخصيه اللي عبروا عنها في خلال التدريبات. مجموعه من الشباب بالاضافه طبعا لعمار حمدي اللي رجع لنا من الاعاره، يعني محمد عبد المنعم وميشو وشام وفادي وصلاح، مجموعه كويسه جدا. محمد عبد المنعم اتمنى له ان هو يمشي بشكل كويس قوي في الفتره اللي جايه. عمار حمدي نفس الكلام، ميشو نفس الكلام، والمجموعه اللي انا قلت اسمائها سعيد جدا جدا بمستواهم ومردودهم اللي عملوه، واتمنى الاستمراريه على كده باذن الله. يعني لحد دلوقتي طبعا في مجموعه كبيره ممكن تبقى موجوده معانا وعلى حسب اختيارات مستر مارتن اللي صارت يعني، لكن زي ما قلت في محمد عبد المنعم قد مردود كويس قوي، في صلاح ماشي بشكل كويس، في يوسف علاء برضو خامه كويسه جدا، في هشام، في فادي، في صلاح، في عمار حمدي طبعا المتواجد بعد اعارته. يعني ان شاء الله الرحمن الفترة اللي جاية تشهد مجموعة من الناشئين، لكن أنا على المستوى الشخصي سعيد بمردودهم، سعيد بشخصياتهم، سعيد بمستواهم. مش عايز أقول مفاجأة بالنسبة لي، لكن أعتقد إن حاجة إيجابية جدا جدا يعني إن يبقى معاك عدد من اللعيبة المميزة من الناشئين. أتمنى إن هم يستمروا على كده، ما تبقاش المرحلة بس المرحلة الأولى، أتمنى إن هم يستمروا على كده إن شاء الله الرحمن، لكن سعيد جدا بمستواهم يعني. بالنسبة للمعسكر إسبانيا، كان انا وامير توفيق سافرنا اخترنا معسكر مناسب ان شاء الله الرحمن لفتره التعداد بالنسبه لنا هناك ان شاء الله الرحمن. هيتخللوا 3 مباريات يوم 7 ويوم 11 ويوم 15، نامل ان شاء الله الرحمن ناخد كل الاجابات منه وكل الاهداف بتاعتنا تتحقق ان شاء الله.